مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، برنامجكم استشاره قانونيه برفقه الدكتور سعيد ناوي والاستاذ جامعي بجامعه الحصه الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقض. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا يا سكينة. بداية أسبوع موفقة. اللهم آمين الجميع بإذن الله. مرحبا. كي بادي الأسبوع؟ مزيان بخير الحمد لله. مزيان مستعد لموضوع المعقد؟ لا دابا تزلنا الفروض بعدا غندوزو للمساطير ماشي مشكل. نخليو حتى للضيف ديال الخميس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إذا دكتور سعيد غادي تكون دردشة بطبيعة الحال حول موضوعنا، من جانب آخر غنواصلوا حديثنا على التركة نظرا لأنه جات أسئلة كثيرة في هذا الباب هذا، وربما حتى يعني إذا بغينا نديروا واحد تصنيف القضايا المطروحة عندنا في البرنامج بالأذن السامعة، ولا بنقولوا ما نقولش بالعين المجردة لكن بالأذن اللي كتسمع، تلقاو يعني واحد الملفات اللي كيتم عرضها على البرنامج في الصدارة كنلقاو طلاق للأسف وكنلقاو الإرث للأسف. نعم. فمرة أخرى كنوصلوا الدردشة على هذا الموضوع هذا ولكن بشق قانوني 100%. فكثير من الناس للأسف كيوقع مشكل كبير ملي كيفكروا أنهم يوزعوا التركة، حتى أنه أصبح الآن هذه قاعده ماشي استثناء، يعني ملي كنشوفوا شي حد للوالدين قدر الله يعني واختارهم الله سبحانه وتعالى وبقات العلاقه طيبه بين الاخوه وبقات الامور مزيانه، كتجيك غريبه وكتجيك هي الاستثناء وماشي هي القاعده المفروض تكون. وبالفعل كما قلت لي سكينة، ربما انه كاين بعض الاشخاص قبل وفاتهم او يعني ربما اشخاص قد يكون في كامل الصحه ديالهم او غير ذلك، او انه يعني اصيب بمرض معين قد يؤدي الى الوفاه الى غير ذلك، فيقوم بتهيئ الورثه بشكل معين، اما تهيئ مادي بانه يتم توزيع كل ما يملكه بين الورثه، وبالتالي انه قد يضمن على الاقل لا يكون هناك خصام بينهما فيما بعد، او انه على الاقل انه يربيهم على الاخاء وعلى الاخوه وعلى يعني التضامن فيما بينهم على اساس بان تكون الاخلاق قبل الاموال، فبالتالي انه عندما يعني يقوم بتربيه الابناء على هذا المنوال، وان كان انه فقط هو مسؤول عن ابنائه ولكن غير مسؤول عن الاخرين، لانه الورثه ماشي فقط هما الابناء، لكن يعني الورثه كما شفنا اصناف كثيره، وبالتالي انه قد يكون يعني بالورثه من الأولاد أو البنات أنهم متضامنين في بينهم، وهناك ليست هناك يعني مشاكل بينهما داخل أسرة نواة، يعني الأسرة التي تضم الأب والأم والأبناء، لكن بعض الحين كما قلت يمتد إلى غيره، لكن مجموعة من الناس أنهم يظنون فقط مباشرة بعد الوفاة أنه ينبغي توزيع التركة بصورة مستعجلة ربما لظروف معينة أو غير ذلك، فله الحق من طبيعة الحال لأنه مباشرة بعد وفاة يعني المورود ولينا كنشوفوا شي حاجه كاع ما خرج الميت من الدار للاسف، كيبقى جالس فيها ما تيخرجش منها، لا اله الا الله، كتخرج الجنازه وتبقى فيها بين قوسين. فهناك مجموعه من الاجراءات، لان الاجراءات يمكن نسميها اجراءات تحفظيه، وكذلك هناك يعني اجراءات تصفيه ان صح التعبير، لانه ما نتصوروش فقط يعني العقار او نتصور اموال، وان قد تكون هناك مجموعه من الاموال اللي كتكون يعني اموال مستمره في الربح وفي الإنتاج وغير ذلك، إذا كانت هناك شركة معينة، هناك أسهم معينة، هناك حصول زراعية، محصولات زراعية إلى غير ذلك، فبالتالي قد يستمر الدخول، يعني لا يمكن حصرها في 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 وقت معين. كما أنه هناك مجموعة من الديون التي تعلق أو كانت عالقة بهذه التركة، لأنه قبل توزيع التركة على أصحابها حسب الفروض الشرعية، فلا بد من إخراج يعني الديون التي إما حقوق عينية على التركة هذه أو ديون الميت، وكتجهيز الميت يعني وعن القيام كل مراسم الجنازة والدفن غير ذلك بالمعروف إلى غير ذلك من الحقوق التي خروج قبل خروج يعني او توزيع التركه. فكما قلت هنا قد يقع هنا مجموعه من الاشكالات في القضاء، عاده ان القاضي يبت في الموضوع في مجموعه من النزاعات التي تقع بين الاطراف، ولكن هناك حجوز او هناك اجراءات تحفظيه يمكن كذلك القيام بها يعني بموازاه مع هذه الدعوه، لانه قد يتقدم انسان شخص معين من اجل مثلا الحصول على حق معين، لانه كل من يملك على الشياع من حقه الخروج من الشياع سواء ورث بالفرض او تعصيب او هما معا او بوصيه له الحق ان يخرج من الشياع، لكن انه قد يضيع له الحق
الحق إذا مثلا سلك إجراءات عادية في إطار الموضوع. هناك تجي الإجراءات تحفظية اللي ممكن أن يتم البت فيها بسرعة يعني قياسية مقارنة مع الإجراءات التي تتم في الموضوع، ويتم إجراء هذا الإجراء التحفظي، حتى أنه إذا مثلا يعني بت القاضي بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وتم جميع سلوك جميع المصادر القضائية أو الطعون، فممكن بعد ذلك أن يتم الحصول على هذا الحق. كذلك أنه في الجانب الآخر، أنا اليوم نتكلم بإجمالا وسأفصل إن شاء الله تعالى في اليومين المقبلين بإذن الله، كذلك أنه من الإجراءات ديال التصفية ممكن أنه يتم تعيين مصفي من أجل أنه إحصاء المتروك وإخراج كل الديون وكل الحقوق التي ترد على التركة، وبعد ذلك يتم تحديد الأنصبة بكل شخص، ويقف يعني الأمر عند هذا الحد هذا. وممكن للورثة أن يقوم إما بتصفية أو قسمة هذا العقار حبيا أو قضاء، إما مرادة أو بالتراضي أو عن طريق القضاء. إذا كان هناك نوع من التراضي طبعا أنه سيتم الاتفاق على نوع من القسمة، قد يكون هناك نوع من المخارجة بين 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 بالورثة، وقد يتم مثلا يعني القيام بقرعة معينة من أجل توزيع بعض الأراضي وبعض العقارات، لأنه قد شخص معين يرغب في عقار معين، الآخر يرغب في نفس العقار إلى غيرك، فقد تكون هناك نوع من الاتفاق بين الطرفين، أو أنه قد يضاف مثلا يعني حقوق يعني امتيازية أكثر بالنسبة للشخص الذي سيأخذ في مكان معين أو غيره، فبالتالي أنه قد يكون هناك نوع من الاتفاق بين جميع الورثة من أجل تصفية التركة ومن أجل يعني توزيع كل التركة التي خلفها الوارث. دكتور سعيد، غنوصل الدردشة ديالنا بطبيعة الحال على الإرث. نعم، تكلمنا على مجموعة من الأمور اللي كتخص توزيع التركة، واليوم غنعود نذكره نوعا ما يعني بالإجراءات المتبعة يعني على مستوى التركة. أنا غنخليو الجانب أو الشق القضائي والشق القانوني نفصلوا فيه غدا إن شاء الله. نعم. ولكن اليوم نبغيو نعرفوا شنو هي المساطر المتاحة، شنو يمكن لينا نديرو، وكيفاش يمكن نحافظوا على واحد. بصراحه من خلال الملفات اللي كتعرض عليك دكتور سعيد، ربما كيفاش كتشوف امكانيه اننا نحافظوا على واحد العلاقه طيبه، نحلوا الامور بالتي احسن دون اللجوء، ربما نقدروا نلجؤوا للمحامي، نلجؤوا للعدل، نلجؤوا لذوي الاختصاص، ولكن دون الوصول للمحاكم ونقفوا قدام بعضياتنا على ود الفلوس. واش اللي كنا تكلمنا فيه السكينة على الوساطه في وقت معين، لان دابا ذكرتيني الشيء وبالشيء يذكر كما يقال. انا كنت تحدثنا على الوساطه، ما يمكنش ان فقط كنتكلموا على الوساطه الاسريه، قلت ماشي فقط انه قدر يكون يعني نزاع بين الزوج وزوجته، ولكن كذا قد يمتد الى الاطفال، وقد يمتد الى الاسره الصغيره، وقد يمتد حتى الاسره الكبيره في حاله مثلا انه لا قدر الله وقعت وفاه، وبالتالي انه يعني كل الورثه يعني يرغبون يعني في الوصول الى الحق يعني المشروع بدون اي استثناء. بطبيعه الحال كل له حقه في هذا الاطار هذا، لكن انه قد يكون ماشي غير فقط يعني الورثة، وقد يكون مثلا الدائنون، لأنه كاين مثلا بالنسبة للتركة قد يكون عليها ديون، وقد كذلك أنه قد تكون هناك نوع من الادعاءات يعني في حقوق معينة قد تورث، وقد كان يعني المورث يقوم يعني إما باستغلالها إما بتصرفها بطريقة أو بأخرى. إذن كما قلتي أنه فعلا كاين يعني مساطر اللي هي قضائية بصميم القضاء، لأنه كاين يعني حماية جنائية صح التعبير، كنا نتكلم عليها كتذكير فقط، تكلمنا على الفصل 523 من القانون الجنائي، في حالة أنه شخص مثلا من الورثة أو مدعي الإراثة أنه قام بالتصرف بسوء نية مثلا في الطرق قبل قسمته أو قبل المخارجة، طبيعة الحال أنه طبيعة الحال يعاقب يعني في إطار يعني الـ الـ يعني التحديد يعني العناصر التكوينية لهاد الجريمة هذه أو هاد الجنحة، لأنه خص يكون سوء يعني نية، لأنه يعني يكون يعني تتجه إرادة الشخص يعني إلى القيام بأشياء يعني منوعة قانونا، يعني تصرف هاد التركة هذه، وكذلك سوء نية يعني القصد يعني كالقصد الجنائي، وكاين الفعل الجرمي أنه تتجه الإرادة ديالو من أجل يعني القيام بأشياء إما إخفاء هاد التركة أو ادعاء للإراثة أو التصرف فيها بسوء نية، لأنه القانون قد يعني يتغاضى إن صح التعبير في إجراءات معينة كتكون احترازية يعني
يعني كتكون استعجالية بعض الأحيان خوفا من درء خطر معين على يعني موروث معين أو تركة معينة، إما ثمار معينة، إما مثلا يعني تجارة معينة أو غير ذلك. قد يكون بعض التصرفات كتكون مثلا تصرفات يعني بحسن نية ما كتكونش فيها سوء نية، وبالتالي أن القاضي يعني القضاء لا يعاقب في الإطار. كذلك أنه العنصر الثالث أن يكون هناك متروك بطبيعة الحال، أنه قبل اقتسامية قبل المخارجة يتم تصرف فيه. إذا اكتملت هذه العناصر هذه بطبيعة الحال أن الشخص يمكن أن يتابع أمام سيد وكيل الملك ويتم يعني إحالته على المحاكمة ويتم انتصاب الطرف المدني كل ما له الحق في هذا الإطار هذا. إذا هذا بالنسبة يعني إن صح التعبير الحماية الزجرية التي كفلها المشرع للورثة عموما أو من يعني له الحق في إرثة معينة. كذلك أنه يعني بالنسبة للإجراءات التحفظية إن صح التعبير في إطار كل مصادر تحفظية التي قد يقوم بها الشخص يعني الوارث أو من له حق على تركة معينة، كالحجوز التحفظية التي قد يقوم بها شخص معين من أجل عدم يعني تصرف تركة معينة إلى حين اقتسامها. كاين مثلا كذلك الحز بين الغير، وهذه كتوقع كثيرا بالنسبه للحسابات البنكيه، يعني كتكون مثلا في حياه المورث كتكون عنده حسابات بنكيه عديده او حساب يعني واحد معين، وقد نعني انه لا يعرف الورثه كل الحسابات لانه ممكن اللجوء الى بنك المغرب من اجل الحصول على كل حسابات المفتوحه باسم المورث. وكذلك انه قد يعني اشخاص قد يقومون في بعض الاحيان حتى التزوير من اجل يعني اخراج ان صح التعبير اخراج هذا يعني المبالغ التي تكون مودعة بين يدي المؤسسة البنكية. كذلك الغير الذي له الحق مثلا ديون معينة أو غيرك له الحق كذلك أن يقوم بالحز أو مطالبة بالحز هاد المبالغ بين يدي الأبناك معينة أو المؤسسة البنكية إلى حين أنه يتم يعني تقديم دعوة في الموضوع، باعتبار أن يعني الإجراءات في الموضوع قد تكون طويلة وقد أنها يعني ينتظر الحق قبل الوصول إليه. كذلك هناك الحز الاستحقاقي بين قوسين، انه كاين يعني اشخاص يعني لهم حق معين في مجموعه من الاملاك او الاموال او غير ذلك، ممكن ان كذلك السلوك هذه المصادر في اطار قانون المسطره المدنيه. وكذلك ممكن انه اجراء ما يسمى بالحراسه القضائيه اللي كان جا فيها سؤال البارحه، على اساس انه لا يتم التصرف في تركه معينه او الاستفاده من مداخلها او غير ذلك. اذا كل هذه الاجراءات التحفظيه جعلها المشرع اساسا من اجل حماية المتروك، لأنه يعني البغتة التي قد تأتي في الوفاة أو فوات يعني وفاة أو موت الفجأة، يعني شخص يكون في حالة على صحية جيدة وفي كامل قواه يعني الصحية إلى غير ذلك، ولكن مع ذلك قد يقع مثلا له حادث معين أو قد يعني يقع له مكروه معين أو غير ذلك، أو قد يتم يعني قتله أو غير ذلك. إذن هناك كما يقال يعني تتعدد الأسباب، ولكن قد يكون موت واحد، ولكن أنه قد يأتي مفاجأة للجميع، وبالتالي أنه المشرع أساسا يعني أعطى هذه الحماية هذه من أساسا لحماية يعني الورثة. كذلك أن هناك يعني إجراءات حتى بالنسبة للقاصر، حماية القاصر باعتبار أنه لا يمكن يعني لحماية يعني حقوق القاصر سواء يعني كان يعني ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية. كذلك الغائب الذي يكون مثلا يعني غير معروف عنوان أو قد يكون غائبا عن الوطن لمدة معينة ولا يعرف عنوانه، إما أن يصدر حكم يعني بتمويته أو إن لم يصدر يتم يعني الأقل يعني حفظ حقه إلى حين التأكد من وفاته أو يعني فقدانه، ويتم توزيع يعني ما ورثه على باقي الورثة. إذن هناك مجموعة من المصادر التي خص بها القانون يعني الإرثة كأساس من أجل حمايتها سواء جنائيا أو تحفظيا. نعم دكتور سعيد، غادي نواصل الدردشة ديالنا بطبيعة الحال على موضوعنا اللي هو الإرث أو توزيع التركة، وتكلمنا البارح على واحد الجانب، ولكن اليوم غنتكلموا عليه في جانب القضائي والجانب التوثيقي ديال 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 التركه. للاسف كنسمعوا مشاكل كثيره كتوقع، حتى انه بعض الناس ملي كتكون هبه معينه او ملي كتكون صدقه معينه كيقول لك واش بهذا المصطلح واش واكله ليا ولا لا، واش خصني نمشي نحفظها، شنو خصني ندير الى غير ذلك. بغض النظر على النظره ديال اي واحد وبغض النظر على سوء النيه او حسن النيه، شنو هي الاجراءات القضائيه والتوثيقيه اللي خصها تكون؟ بطبيعة الحال انه مباشرة بعد وفاة المورث يعني والموروث وترك يعني تركة معينة، بطبيعة الحال انه تمر مرحلة ثانية وهي يعني صح التعبير توثيق هذه التركة هذه. توثيقها اولا اثبات الصفة من طرف الورثة، بطبيعة الحال انه ما يسمى بالإراثة ورسم الإراثة الذي يتم
إنجازه أو تلقيه من طرف السادة العدول، لأنهم وحدهم يعني الجهة الوحيدة المختصة في تلقي هذه الشهادات. كنتكلم طبيعة الحال على المسلمين المغاربة المسلمين، لأن اليهود المغاربة كذلك موثقين العبريين، وكذلك أعتقد يعني لست متأكدا ولكن أعتقد كذلك أن بالنسبة لغير المسلمين كالنصارى مثلا ممكن أن يتم توثيق تركاتهم عن طريق موثقين عموما لنوتير. أنا كنعتقد لأنه ممكن أنه يتم، كما أكد لنا الضيف معين في خميس معين أنه كان قال بأنه بالفعل أنه ممكن إبرام عقود ديال يعني الزواج المسيحيين أو النصارى عموما من طرف الموثقين. كذلك على قياس هذه المسألة أقول كذلك بأنه ممكن كذلك إحصاء تركات الغير المسلمين منهم خاصة يعني غير اليهود كذلك من طرف موثقين. إذن الجهة الوحيدة قلت بالنسبة يعني التركة بالنسبة للمسلمين أنه يتم يعني إنجازها من طرف يعني الموثقين، ويتم طبعا حال المخاطبة عليها من طرف السيد قاضي التوثيق من المحكمة الابتدائية. هذه المرحلة الأولى من طبعا حال، ويتم يعني في هذه المرحلة هذه اللي هي مرحلة دقيقة جدا باعتبار أنه يتم يعني ذكر كل ورطة، ومن تعمد إخفاء وارث معين أو ادعى الإرادة كما قلنا أنه ممكن يعاقب جنائيا أكثر من ذلك، أنه من تبت نيته بتزوير معين مثلا إسقاط وارث من أجل يعني السطو إن صح التعبير على حقه أو يعني تغييب شخص معين أو غير ذلك، فبالتالي أنه قد يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات بل أكثر من ذلك. استعمال هذه الوثيقة مزورة على علم بأنها مزورة من طبيعة الحال قد تصل العقوبة حتى 10 سنوات. إذا المسألة ماشي سهلة أن الشخص أنه يتعمد في الأحيان إسقاط بعض الورثة من أجل الظفر بتركة معينة دون الآخرين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي إحصاء المتروك، أي ما خلف المتروك أو زمام التركة. هناك مجموعة من الأسماء، ولكن كيبقى أنه الإحصاء التركة هو يعني ربما المصطلح المتداول بين السادة العدول وكذلك بين الناس جميعا. فبالتالي أنه يتم يعني تلقائيا طبيعة الحال إحصاء كل ما خلفه المورد، سواء كان عقارات سواء كان شركات سواء كان دخول معينة من أسهم معينة أو غير ذلك، فكل ما يتركه سواء نقدا أو عقارا أو منقول أو غير ذلك يتم إحصاؤه من أجل المرور المرحلة الثالثة وهي التوزيع. بطبيعة الحال أنه قد يستشكل في هذه المرحلة كذلك الجهة التي تختص هي السادة العدول وحدهم، بخلاف كذلك كانت كلمة يعني المورثين المسلمين كذلك اليهود كاين موثق العبريين كذلك بالنسبة للنصارى. إذن كل جهة مختصة في توثيق أو إحصاء المتروك. إذن قلت بأنه بالنسبة أنه يعني لهذا قد يستشكل كما قلت أنه قد يقع بعض العراقيل من ورثة وآخرين، فيتم اللجوء لرئيس المحكمة من أجل تعيين مصفي الذي قد يقوم ب يعني القيام بأمر بتعيين عدول من أجل القيام بهذه العملية هذه ديال إحصاء المتروك. يعني أحيانا أولا قد لا يعرف الشخص مثلا حتى ما تركه الشخص، لأنه كتكون عقارات غير محفظة وبالتالي صعب الحصول عليها، أو قد تكون عقارات يعني محفظة ولكن لا يعلم بأنها موجودة في اسم هذا الشخص إلى غير ذلك. وكذلك أنه بعد إحصاء المتروك تمر المرحلة الأخرى وهي يعني انتقال من الحيازة أو الملكية يعني الحيازة يعني القانونية إن صح التعبير ديال هذه الأملاك أو هذه التركة إلى الحيازة الفعلية المادية، معناه أنه انتقال وتوزيع هذه التركة هذه على جميع الورثة، وبالتالي أنه يصبح كل شخص مالك لهذه بعد طبيعة الحال أداء كل الضرائب المستحقة عن التركة طبيعة الحال بالنسبة المحددة في مدونة الضرائب. ثم يعني إذا وقع يعني كما قلت هناك مثلا نزاع حول يعني عقارة معينة أو حول يعني إرث معين أو وصية أو يعني هبة كما قلت أو غير ذلك، بطبيعة الحال يعني ما يثبت هذه التصرفات كلها بطبيعة الحال هي الوثائق. يعني بطبيعة الحال لأنه يعني في بعض الأحيان قد تكون هنا فيك يكون مشاكل كثيرة جدا ديال الهبة، لأنه الشخص قد يهاب في حياته في كامل قوى العقلية وفي صحته الكاملة، وقد يدعي الورثة من بعد أن هذا الشخص قد وهب هذا العقار أو غيره مع محاباة أو أنه في مرض الموت أو غير ذلك، وبالتالي يتم الطعن وسلوك مساطر كثيرة قد يعني تطول جدا. إذن الشاهد هو أنه يعني إذا كانت هذه التصرفات القانونية كلها تمت في 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 حياة الشخص وفي يعني حياته الطبيعية إن صح التعبير لم يكن هناك مرض يمتد إلى موته، بطبيعة الحال كل تصرفات يتم تقييدها وإنجازها ويتم يعني العمل بها.